سرطانة؟ روحي من وشي. مولاتي السلطانة، مولانا السلطان مجتمع بكل أركان دولته عند باب السعادة، قادة الانكشارية والفرسان والعلماء والأهالي، ولهيك إجيت قلت بجوز حابة تعرفي. اسمعوني يا فرسان، التمرد اللي افتعلتوه من دون مبرر ضدي شخصياً سبب فتنة كبيرة وأضعف الدولة. طلباتكم الكتيرة ساوت لنا أزمة وأرهقت الخزينة، وصاروا الفاسدين والظلام يتحججوا بالتمرد ليحققوا غاياتهم. هنن قويوا فيكن وصاروا يهددوا التجار. بعدين أنتوا عددكن 40,000، بس المناصب اللي بتستحقوها واللي بتحقلكن مو أكتر من 500. منين رح نجيب لكم مناصب؟ لا وعم تطالبوا بزيادة رواتب، إذا عم تنهبوا الناس كيف بدهم يدفعوا لنا الضرائب؟ من وين بدنا نزيد لكم الرواتب؟ بدكم نبيع سلاحنا لحتى ندفع لكم؟ مولاي، نحن مو راضيانين عن العصيان اللي ساووه المتمردين، نحن ضد التصرفات المسيئة لمقامكم، نحن دائما بخدمة مولانا، وهي الأفعال ما بتمثلنا. بس للأسف مو طالع بإيدنا شيء. بما انه هيك اعطونا كل اسماء المتمردين. اخواتنا الفرسان، نحن ما بنحمي المتمردين، واللي مولانا السلطان ما بده اياه نحن ما بدنا اياه كمان. طردوا كل الخونة ولا تحموا حدا ابدا. علماء الدولة والقضاة، قربوا لقدام. يا قضاة، ليش ما عم تطبقوا أحكام الشريعة بقضايا الأهالي؟ شلون بتتجرأوا ما تردوا الظلم عن الناس؟ وبأي حق تاخذوا رشوات من بعض الفاسدين؟ حاشا يا مولاي، نحن ما بنحكم إلا بالشرع والقانون، لكن للأسف كل ما حاولنا نطبق العدالة ونمنع الظالم من الظلم واستبداد الناس، بيفتروا علينا وبيتهمونا انه عم ناخذ رشوه وانه عم نحمي المتمردين والخونه، وبالنتيجه عم نحاول نكتفي شرهم
ونرضخ للذل والمهانة. مولانا، ابني سعيد قاضي اسطنبول عم يحكي الحقيقة والصدق. مرة حاول يمنع واحد من الفرسان اللي كانوا عم ياخدوا أتاوى من التجار، قاموا أهانوه قدام كل الخلق وفاتوا على بيته فتشوه وصار في سرقة ونهب. شيخ الإسلام حسين زاده أفندي، حضرتك شو عملت؟ ليش ما منعت حدوث هالشغلات؟ حضرتكن يا مولانا السلطان، إذا بتوعدونا بالحماية والمساندة نحن منوعدك إنه رح نقضي على الظلم ومظاهر الفساد هلال وقت قصير إن شاء الله. يا رجال، يا أمة محمد، انتوا اليوم كلكم شاهدين على اجماع العلماء والفرسان والانكشاريين وتعهدهم بالاخلاص لحاكم الدولة العثمانية العلية، بس مو كافي هذا الشيء، لازم كل واحد منهم يحط ايده على كتابنا المقدس القرآن الكريم ويحلف يمين بالولاء المطلق. نقسم أمامكم بالله العظيم لأننا لن نسمح بأي فتنة أو فساد. أننا لن نسمح بأي فتنة أو فساد. وخليفتنا السلطان مراد حاكمنا المطلق، ونتعهد بألا نعصيه. نتعهد بألا نعصيه ولا نتستر على أي خائن، ونحارب كل الظلام، ونسلم كل خائن للعدالة، ونسلم كل خائن للعدالة لكتاب القرآن وأمام رب العالمين جل وعلا وأمام مولانا السلطان خليفة الله على الأرض. نحلف اليمين، نحلف اليمين قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم. إذا بأي وقت مولانا السلطان مراد خان أمرنا بأي أمر وواحد منا ما طبق أوامر مولانا وعصاها، ينزل عليه لعنة رب العالمين ولعنة رسوله الكريم. ومن عاهد مولانا ومنحلف اليمين نقاتل كل اللي بيعصوا أوامره. نحن جنود السلطان. من جهتي أنا سلطان الأقاليم السبعة خليفة الله على الأرض السلطان مراد خان، بوعدكن رجع عهد فتوحاتنا العظيمة، وبوعدكن اقضي على الرشوة والظلم والفساد وكون الحاكم اللي رح يرجع لدولتنا هيبتها واحكم بين كل الناس بالعدالة والحق بدون أي تفرقة. وبحلف يمين تكون راية إسلامنا هي الراية الأعلى بكل الدنيا، وربي سبحانه شاهد علي، وإنتوا كمان رح تكونوا شاهدين على كلامي. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله. أنا كيف بقدر كافيك يا أفندي؟ وجودك جنبي كان بوصلة دلتني شلون أمشي بالطريق الصحيح. يا مولاي، الله يرحمه جدك السلطان، وقت اللي طلع على حرب مصر برفقة الجيش ما حدا كان متوقع يجتاز صحراء سيناء، لأنه ما حدا جربها من قبل، لكن رب العالمين بعت له معجزة وقدر المرحوم يجتازها
وبأسبوع واحد وصدم الكل وقت اجتاز مشي. ولما سألوه ليش يا مولاي تجاوزت كل الصحراء مشي، قال لهم إذا كان سيد الأنبياء رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي محمد راح من مكة للمدينة مشي، فأنا شلون بدي أقطع صحراء سينا على الخيل؟ أنا بستحي من النبي. لهيك يا مولانا خلاصة هاي القصة، إذا توجهت بالطريق الصحيح فرب العالمين ما رح يتركك أبدا. ادخل. مولاي السلطانة الأم على باب حضرتك، قال بدها تشوفك ضروري. مولاتي السلطانة، مولانا بيقول لحضرتكم يا ريت ترجعوا بوقت تاني. مولاتي يحيى أفندي، شكل السلطانة في عنده شيء كتير مهم، نحن فينا نكمل حديثنا بعدين. مثل ما بتأمروا مولانا. سلطانة صار لي 30 سنة عايشة بهذا القصر، وبهالفترة ما مر يوم علي إلا وتجرأ في حدا من أعداء الدولة تهجم وحاول يتخلص مني. أزوني وعملوا فيي بهالسنين كل شي بيخطر عبالك، بس هي أول مرة، أول مرة بيستغلوا ابني ليهاجموني. يعني لهالدرجة مو شايفتيني؟ مو شايفتيني بليق بهالمكان؟ أنا اللي أنهيت وصايتك اليوم، مو أعدائك اللي بيكرهوك كانوا ورا هالموضوع. أنت طبعاً بس لعبوا بعقلك وحرضوك علي، بدهم ياك تعتبرني عدوتك. كيف بتهيني بهالطريقة مراد؟ معقول تعمل بأمك مثل هيك شي؟ أنا حذرتك ونبهتك ما تعملي شي بدون ما تعطيني خبر، بس حضرتك رحتي والتقيتي مع الفرسان المتمردين ووعدتيهم كمان بالمناصب اللي بدهم إياها، معناتك الكلام ما كان إلو قيمة. لكن هذا هو السبب، أنا التقيت بالفرسان بصفتي نائبة السلطنة وكان هدفي أحمي دولتنا والعائلة الحاكمة. ويتحكموا فيكي؟ بعمري ما انحنيت لحدا أبداً وما خضعت لهم، وانت بتعرف هالشي منيح. انا تعاملت بسياسة مع هاي المطالب وبأول فرصة رح اقطع راس المتمردين. الامور انتهت، انا قطعت روسي كتير منهم. يا ريت كمان لو قطعت راسي، كان هالشي اسهل علي بكتير، اسهل ما تعزلني من منصبي قدام الكل، كأني المسؤولة عن كل البلاوي اللي وقعنا فيها، كأنه اللي صار هو ذنبي. يا خسارة، هادي اللي شفت والدتك بتستاهله؟ أمي لا تعتبري الموضوع شخصي، الموضوع متعلق بمستقبل الدولة العليا. قلت لي مستقبل الدولة؟ لما استلمت نيابة السلطنة من أبوك المرحوم كانت منهارة وبوضع مزري، واجهت كل المشاكل وحاولت حلها، ولحتى أحميك أنت وإخواتك احترقت ألف مرة ومتت ألف موتة لأحمي عرشك. لولاي ما كان ضل دولة ولا عائلة حاكمة من أساسه، وهلأ جاية أنت تعطيني محاضرة وتقلي مستقبل الدولة؟
لا تنسى هالدولة استمرت بفضلي أنا. وهذا العصر خلص انتهى، وصايتك انتهت. وإذا عجبك أو ما عجبك هالشي ما حيتغير بنوب. وهلأ بصفتك السلطانة الأم مهمتك إنك تديري الحرم لك وما تتدخلي بأي شيء. هالدولة رجعت لصاحبها الحقيقي. أغوات تعرف بشو كنت أحلم على طول؟ إني شوفك كبير، كبير وقوي لتاخد حمل الدولة عن كتاف أمك، ولما يصير الوقت مناسب وتكون جاهز كنت مقررة أنسحب لحالي. بس أنا هلأ للأسف نحن الاثنين منعرف إنه هذا الوقت ما كان رح يجي. أنت مستحيل تنسحبي لأنك شربت من شراب السلطة وأدمنتيه، وهالشراب عبارة عن سم للي ما بيعرف يشربه. في كتير شربوا منه بهالقصر، في منهم ضيعوا طريقهم وتحولوا لأشخاص ظالمين. أما أنا الحمد لله ما تسممت ولا ظلمت. إن شاء الله أنت بتكون مثلي. السلام عليكم يحيى أفندي. أهلا حضرة شيخ الإسلام، عاوزك تفضل. اليمين اللي قطعوا العساكر والقضاة والعلماء إن شاء الله بيحل الأمور، بس أنا شايف إنه ما رح يحل كل المشاكل، والمتمردين أكيد ما رح يسكتوا، والصلح في حال ما صار العصيان رح يكبر. لا تغلط يا يحيى أفندي، أنت عم تعطي مولانا نصايح مو مزبوطة. مين قال لك إنه السلطان أصلاً بحاجة لنصايح من حدا وبده مين يرشده؟ أبداً مو هيك، بس أحياناً بيحب يسألني كم سؤال وأنا بعطيه وجهة نظري بالموضوع. ليش أنت شو صفتك؟ أنت رجل متقاعد وحتى مالك منصب بالدولة. يلي بيتمسك بالحق بعمره ما بيتقاعد. وقول الحق يا حضرة شيخ الإسلام، ما بيحتاج أبداً لمناصب ومقامات. ادخل. واضح انه والدتي مو ببساطة رح تتخلى عن طموحاتها يا كمال كيتش، ولهالسبب انا لازم اعرف شو عم تعمل كل يوم. انا بناء على اوامرك لهلا انا عم اراقب كل تحركاتها بدقة. بدي اياك تكون معها انت بالذات.
أنا قلت لك يا سلطان، أخي السلطان ما بيعرف شو عم يعمل. إذا ما أنت دخلتي وقفتي رح يأذي ناس كتير. حاجة توجه له اتهامات يا جوهرهان؟ يعني ليش لحتى توقفه أو تمنعه؟ مو هذا اللي كان بدي إياه من البداية؟ عم بحكي غلط سلطانة؟ مو أنت كان بديك يكون أخي سلطان قوي وكل الناس تهابه؟ وهذا اللي صار. مو هيك يا عتيقة، مو مزبوط يهين السلطانة الأم قدام كل الحرم لك. كان بده الكل يسمعه يعرف، مو قصده يهين أمه. عتيقة، خدي أختك وارجعوا على القصر. جبت لك فنجان هالقهوة، بلكي بتهدي. اي والله اجا بوقته. زودتيها كتير يا عتيقة، مو هيك؟ يعني بدل ما تواسيها وتخففي عنها زدتيها عليها. والله انا بحكي قناعتي وما بساير حدا، بالنهاية حتى لو توجعنا لازم نحكي الحقيقة. بس مو هيك يا عتيقة، هي حست بالإهانة وكانت كتير مقهورة مثل ما صار معي. على القليلة كان فيكي تسكتي، بس مستحيل، انتي ما بيخطر لك هالشي. إن شاء الله الحقيقة ما توجعك وتحسسك بهذا الإحساس. جوهرهان معها حق يا حجي، مراد وجه لي إهانة كبيرة وقدام الكل وقلل من قيمتي. ألد أعدائي ما قدروا يعملوا فيني هيك، إجا ابني وعملوا ببساطة. أوف، أنا بشو غلطت لحتى يصير معي هيك؟ بتمنى ما تلومي حالك يا سلطانة، وأنا متأكد إنك ما غلطتي، وكلنا بنعرف قديش مولانا بيحبك وبيحترمك. بس هلا جناحه قوي كتير وبيقدر يطير بدون أي مساعدة. صحيح هالحكي، بس بيقولوا سما السلطة من نور ونار، والشاطر يلي بيعرف يفرق بيناتهم. طيور كتير خربطت بيناتهم وللأسف كانت نهايتهم وخيمة. Thank you.